يعترف بهم أول مرة سليم الريح؟ تغيير كازوني. تغيير كازوني؟ إيه فما مدرب كازوني. آه برنار كازوني. برنار كازوني هذيك غلطة. باثني. فوزي منتصر كوستير. آه كوستير زيدا إيه. كوستير ولا كازوني ولا نسيت. كوستير اللي كان لون. كوستير إيه تغيير كوستير سامحني. كوستير هو الغلطة اللي كانت موجودة في تغيير مدرب. لانه وقتها وقفت عملت غلطه كوني سمعت كلام الملاعبيه. غلطه اخرى اه مسؤولين يخدموا معاك اللي لا عاد مسؤولين كلهم غلطه بصراحه. مسؤولين يخدموا معاك كلهم غلطه. كلهم غلطه هذاك عبيط. اليوم لابد من صناعه مسؤولين جدد في النادي الاهلي. حلوه هذيك تعطيني تصريحات اكثر من اللي نطمع فيه. اما خلينا كي نحكي لا ما هذا كلام تاع غش من كثر خاطر لا اليوم. ولكن فما مسؤولين راهو باهين. فما ناس طيبه معناها في النادي الافريقي. فما ناس تعاون. فما ناس تخدم مش الكل معناها في سيد سجلت اعطيني خاطر صلح شنو ما عنديش غلطه يزي هذا هكا هكا هاو يزي باش نلخص الصوره للناس اللي تسمع. ولكن بالله خليني عاد مش من المسؤولين اللي اليوم بنسبة 80% عندي ثقة فيهم ونسبة نحكي على المسؤولين القدم اللي خدموا معاك اللي خدموا معايا واللي جبناهم واللي عملنا لهم ريكروتمون واللي خذوا فلوس واستغلوا فلوس النادي الافريقي لمصالحهم الخاصة. هذيك الغلطة. أما الناس اللي اليوم والناس اللي سافرت وموجودين في ليزيل موريس والمجموعة اللي موجودة